وحياتنا وأجواء احتفالاتنا بعيد الأضحى المبارك وأيضا ثورة 30 يونيو العظيمة. فقرتنا الفنية في حلقتنا النهاردة هيكون معانا فيها فرقة فنية مع المطرب وازن حسين والعازف مصطفى السويسي. قبل ما بنستقبل فرقتنا النهاردة بنشوف فاصل من الفن اللي بيقدمه لنا وازن، وبنرجع مرة تانية متواصلين معاكم وصباح طيب. أسمر صغير يا دوب محلى سواد عينه، طايل في لبس التوب والحنة في ايدينه. أسمر صغير يا دوب محلى سواد عينه، طايل في لبس التوب والحنة في ايدينه. نظراتك دي فيها الويل، واللي يشوفك الله يعينه.
متواصلين معاكم وصباح طيبه واحتفالنا بعيد الاضحى المبارك. بنروح معاكم لفقرتنا الفنيه في حلقتنا النهارده، وبيسعدنا يكون ضيوفنا فيها فرقتنا النهارده اللي هتكون معانا علشان نمتعكم باغاني العيد، الفنان والمطرب وازن حسين. اهلا بيك، شرفتنا ونورتنا. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري بخير، ومناسبة الاعياد كل سنه وانتم طيبين. شرفتنا، ومعانا ايضا العازف مصطفى السويسي. اهلا بيك يا مصطفى، شرفتنا. كل سنه وانت طيب. الله يخليك. وزن، انا عارفه ان انت يعني عندك اغاني كتير واغاني خاصه بيك كمان، عايزين نعرف منك البدايه معاك كانت ازاي. والله انا موظف فهاوي فن، ابتديت شويه كده في بداياتي في القاهره، ووظيفتي كمان في القاهره، مش موجوده هنا في اسوان، بس انا مواليد اسوان. انت بتعيد معانا، ده من حظنا. الحمد لله. مواليد اسوان ومواليد قريه سلوى، سلوى بحري في كومومبو. ايوه. بس فبقيت امارس هوايتي في القاهره، فالحمد لله يعني ربنا وفقنا ومستمرين ان شاء الله باذن الله. هنسمع ايه بقى في الاول عشان الناس عايزه تسمع اكتر؟ طيب نخرج بره المالوف، نغني حاجه خليجي. اتفضل. ماشي، اوكي. اتفضل. إن ودينا نلتقي في حياتي تشرقي، كان ودينا نلتقي في حياتي تشرقي، مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة. انت عارف يا الحبيب انه عالمنا غريب، انت عارف يا الحبيب انه عالمنا غريب، والهوى جسمه ونصيب، هذه الدنيا عجيبة. لا تقولي لي يكون حبنا بس بالعيون، لا تقولي لي يكون حبنا بس بالعيون، اطلبي عمري يهون والقمر عندك أجيبة. كان ودي نلتقيه في حياتي تشرقيه، كان ودي نلتقيه في حياتي تشرقيه، مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة. انت عارف يا الحبيب انه عالمنا غريب، انت عارف يا الحبيب إنه عالمنا غريب، والهوى جسمه ونصيب، هذه الدنيا عجيبة. كان ودي نلتقيه في حياتي تشرقيه، كان ودي نلتقيه في حياتي تشرقيه، مثل نجمة تبرقيه، لكن ظروفك غريبة. حاجة رائعة. بس انت متخصص في لون معين ولا بتغني كل الالوان؟ كله. ايه اكتر حاجة انت بتملها وبتحبها وبتلاقي نفسك فيها؟ الطربي. الطربي طبعا. الطربي. طبعا. ايه مجهز لنا حاجات كتير هنسمعها النهاردة؟ ان شاء الله. هنسمع ايه تاني دلوقتي؟ نسمع الليلة يا سمرة. اتفضل. جميل. محمد منير الكينج. Thank you.
الليلة 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 يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة الليلة 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 يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني خدني المراكب وعداني ورجعت في القمر الليلة 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 يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة انا كنت برا ولم هاجر انا اللي جايلك من باكر انا كنت برا ولم هاجر انا اللي جايلك من باكر قلبي ولا البحر الهادر عيني ولا الجمره الليله 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 يا سمره يا سماره الليله يا سمره العنجري في اللي جنيته سبع سنين استنيته العنجري في اللي جنيته سبع سنين استنيته على الجريد اللي جنيته حتظهر السمرة الليلة 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 يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة رائع الحقيقه وبنعيد على الناس انتوا بتشتغلوا النهارده عشان انا برضو مجهد يعني مش عايز اقول لحد طيب ماكس يعني شغلك مع استاذ مصطفى باستمرار ولا انتوا بتتغيروا مع بعض فكره ان انتوا بقى تظبطوا وتعملوا بروفاتكم وتعملوا حاجات دي بتعملوها ازاي انا هو اكتر حد يشرحها استاذ مصطفى لو في امكانه يعني بس هي الاتوان بتاعتنا يعني نظبط التون بتاعي مع المزيكا اللي خارجه من عنده بتحتاجوا بروفات كتير يا مصطفى علشان تقدروا ان انتوا تمشوا الصوت مع الموسيقى مع كده بتختاروا الاغاني ازاي مع بعض والله بيشوف الحاجات اللي هي بتليق عليه كممكن كصوت صوته برضه فاهم بس فبنحاول نعمل بروفه واثنين وثلاثه كده عشان تطلع مظبوط واحنا عندنا الفن النوبي بتاعنا ما شاء الله عليه يعني مليان مليان أكيد. طيب هنسمع ايه تاني دلوقتي انا بقى نفسي بس الفنانين اللي في اسوان عامه كلهم يبقى في تحديث يبقى في كلمه جديده زي زمان يعني احنا عندنا تاريخ استاذ احمد منير عندنا بحر ابو جريشه عندنا ناس كتير قوي ما فيش الكلام ده بقيناش نسمع حاجه احنا بنستغل الغنى السوداني وبنعيده مظبوط في بنردد الاغاني القديمه كلها فانا نفسي الفنانين نفسهم اللي في اسوان كلها يبتدوا يعملوا كلمه يبقى في كلام اسواني زي زمان بس ان شاء الله نشوفه ان شاء الله باذن الله يا رب ممكن على ايديك وانا انا شغلي كله دلوقتي انا بغني بس اللي هو معروف بالنسبه للناس لكن انا عندي اغاني خاصه بيا كل شغلي حاجات خاصه بيا انا تمام هنسمع ايه تاني دلوقتي نشوف دلوقتي نسمع ايه انا ايه اللي عملته بعدين يا ظالمني
وفي المناسبات كتير. بس الاغنيه دي مكتوبه يعني اغنيه جديده من الاغاني الحديثه بالنسبه لاسوان، بس ابتدينا نسمعها مطربين كتير بيغنوها في المناسبات والافراح، لذلك انا افتكرت ان هي اغنيه قديمه. بالظبط. لا هي حديثه برضو، بس من ضمن الاغاني اللي سمعت مع الناس. متهيألي اللون اللي انت بتقدمه ده في القاهره، بما ان حضرتك قاعد في القاهره وحفلاتك وشغلك كله هناك، متهيألي الالوان دي من الحاجات المطلوبه قوي بالنسبه لهم. مختلفه فعلا، مختلفه بالنسبه لهم، وهم بيحبوا اللون ده اكيد. هنسمع ايه تاني؟ تختاروا انتوا حاجه ولا عندنا؟ طب نغني حاجه، اغني حاجه بمناسبه يعني اخواتنا السودانيين. طبعا. واحنا طبعا بنحتضنهم ودي بلدهم الثاني، ونغني حاجه سوداني. اتفضل. اوكي اتفضل. مصطفى لنا مسافر يبتدي. الليلة مسافر مع جبر الخاطر، الليلة مسافر أنا مع جبر الخاطر لي أنا. شوف عيونه كحيلة وحواجبه غزيرة، شوف عيونه كحيلة وحواجبه غزيرة، لعل من الغيرة سكن الجزيرة جنبنا. الليلة مسافر أنا مع جبر الخاطر، عيونك حيلة وحواجب غزيرة، شوف عيونك حيلة وحواجب غزيرة، تعلم من الغيرة
سكن الجزيرة جنبنا الليلة مسافر أنا مع جبر الخاطر لينا يا حبيب ما تنسى في محطة خمسة موعدنا الليلة مسافر أنا مع جبر الخاطر لينا قبضوني ليه جابوني لعايزني اعمل ايه هنا انا ليه انا ما عملت هناك شيء ده مستحيل هذا العنا قعدت البلبل ما اختفيت المره دي الموضوع خطير حياتي مثل انا ما رأيت قبضوني ليه جابوني لا عايزني اعمل ايه هنا انا ليه هنا تساخ كده وتحس ان هو مبهج. والله انا عايز اتاسف للجمهور لان انا فعلا تعبان بجد يعني. لا بعد الشر عليك بس الجمهور مستمتع جدا عايز اقول لك. اكيد. طيب فكره ان انت تقدم حاجات مختلفه وحاجات جديده وتبقى مناسبه للاحداث يعني احنا مثلا بنحتفل هذه الايام بثوره 30 يونيو. فكره ارتباط الوطن بالفن والاغاني اللي بتهدى للوطن. هنشوف عامل حاجة خاصة كده بس أنا هقولها ككلام بتقول من بين جحور تعبين شقشق نهار حكمك على الشعب كنت أمين لكن أذاك خصمك شفت المباني وهي بصالك دي كلمات أنا عاملها يعني إن شاء الله هتنزل قريب مش هنقدر نسمع جزء منها صعب عشان هي معمولة بال مش السلم الخماسي اللي هو الاسواني معمول حاجه كده قاهري طب هو هم مجهزينها ينفع نسمع جزء منها ما عنديش مشكله اتفضل طيب هنسمع مع مشاهدينا جزء منها وبنرجع تاني من بين جحور تعابين شقشق نهار حكمك على الشعب كنت امين لكن اذاك خصمك شفت المباني وهي بصاله وانت في مدينه زاهيه وجديده نصرك اكيد من انصارك رغم من بين جحور تعابين شقشق نهار حكمك عالشعب كنت امين لكن اذاك خصمك هنسمع مع وازن حسين اغنيه بناء على طلبي شخصي الحقيقه يعني اغنيه ليله لو باجي في عمري ليله بتاعه عبد الرب ادريس اتفضل okay.
الليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونه دي ليلة عمر دي ليلة عمر. يا الله يا الله يا الله يا الله وش كسر انا احب انا احب احلم بحلم بيك دايم جنبي وانا صاحي ونايم بحلم احلم بيك دايم جنبي وانا صاحي ونايم يلي احلامي الدونا ما هي من العمر ما هي من العمر. ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة وصها في ليلة عيونك دي ليلة عمر دي ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة وصها في ليلة عيونك دي ليلة عمر دي ليلة عمر. يا الله يا الله يا الله يا الله وش كسر أنا أحب أنا أحب بحلم أحلم بيك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم بحلم أحلم بيك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم يلي أحلامي بدونك ما هي من العمر ما هي من العمر. الله. ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة وصها في ليلة عيونك دي ليلة عمر دي ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة وصها في ليلة عيونك دي ليلة عمر دي ليلة عمر. وأسعدت السادة المشاهدين جدا وعيد سعيد يا رب على الجميع. بنشكرك طيب. شكرا جزيلا وازن حسين شكرا لحضرتك ودايما تكون معنا في الأعياد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. وبعدين أنا كنت بتمنى اللقاء ده من سنين يعني أنا قناة بلدي ما استضفتنيش يعني احنا سعداء جدا بلقائك بفضل الناس اللي موجودة في القناة وربنا يكرمهم يعني أنا عندي كذا حد هنا في القناة تتواصلوا معايا بإذن الله أقدر أذكر أسمائهم إن شاء الله. أستاذ أحمد أستاذ أحمد أستاذ عصام الحويري من الناس المحترمين بصراحة وعملونا أحسن أستاذ أحمد أيوة النهاردة وأستاذ عصام البخاري أستاذ أحمد ثروت الناس من الناس المحترمة بصراحة وبعدين معاملتهم ومقابلتهم لينا فيعني كتر ألف خيرهم وأنا كنت أتمنى ده من زمان يعني أنا بقى في قناة بلدي يعني. الحمد لله احنا بنشكرك كمان جدا على تشريفك لينا وعيد سعيد شكرا ليك يا مصطفى شرفتنا وكل سنة وأنت طيب وبنشكر كل مشاهدينا في كل مكان وبنشكر كل زملائنا اللي شاركونا حلقتنا النهاردة وفرحة العيد. كل سنة وأنتم طيبين كل سنة وأنتم دايما ناجحين ومتألقين وبتقدموا حاجات جميلة بشكركم جدا هنقابلكم على خير غدا إن شاء الله ولقاء جديد وصباح طيبة شكرا ليكم وكل سنة وأنتم طيبين.